السلام عليكم. الشهر الخامس على تعيين المستشار عبد العزيز المفلحي محافظا لعدن، ولا يزال يمارس مهامه من مكتبه في قصر المعاشيق وليس من ديوان المحافظة. تمكن المحافظ وفريقه خلال فترة وجيزة من تحقيق ما عجز عنه أسلافه رغم عدم استلامه لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مبنى المحافظة الذي يرفض تسليمه ما يسمى بالمجلس الانتقالي بقيادة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، وتعدد الجهات الأمنية والعسكرية وعدم امتثالها لتوجيهاته بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية في المحافظة. استطاع المفلحي في فترة قياسية من إعادة الكثير من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والخدمات الصحية، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشاريع الخدمية والبدء باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف نشاطها في مختلف المجالات. كما قام بمعالجة الاختلالات الأمنية وإيقاف عمليات السطو على أراضي وممتلكات الدولة، فضلا عن توعده بملاحقة ومحاسبة المتورطين بنهب المال العام. لكن ورغم كل هذه الإنجازات التي لاقت ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين منذ تعيينه محافظا لعدن، إلا أن هناك العديد من الجهات التي تقوم بعرقلة تحركاته بصورة ممنهجة لإعاقة مشروع تواجد الدولة وترك المجال مفتوحا أمام الجهات غير الشرعية والمتعددة الولاءات والأجندة المحلية والإقليمية التي أشار إليها في كلمة أثناء اجتماعه بقيادة السلطة المحلية في عدن. في حلقة اليوم نناقش الجهود التي يبذلها المحافظ المفلحي برغم العراقيل والتحديات التي يواجهها، ونتعرف على طبيعة الدعم والإمكانات المتاحة ليتجاوز بالعاصمة المؤقتة مرحلة التدهور الأمني والاقتصادي التي تعاني منه. قبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب في هذه الحلقة من بين قوسين. سيكون معنا عبر السكايب من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح، وسيكون معنا من عدن وكيل المحافظة لشؤون المشاريع والاستثمار غسان الزامكي، وكذلك سيكون معنا منصور صالح عضو الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط السياسي أحمد الصالح عبر السكايب من نيويورك. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. مرحبا بك أستاذ أحمد. في البداية، كيف تتابع تحركات المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي في تطبيع الحياة في إعادة الخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني مفروض أننا نحن جميعا في الإعلام وفي السياسيين والنشطاء والصحفيين والإعلاميين الجميع نكون عنصر مساعد، ولا نكون عنصر لمحاولة خلق بعض الإشكاليات عبر التلاعب بالمصطلحات والألفاظ بأن المفلحي أتى ليصلح ما أفسده الزبيدي والزبيدي يعني يعمل كذا. هذه الأمور غير صحيحة. في الواقع المفلحي محافظ من أبناء الجنوب ومرحب به جنوبيا، وأتى لخدمة أبناء الجنوب في محافظة جنوبية وهي عاصمتهم وأحب مدينة إلى قلوبهم، وبالتالي الجميع وقف معه من عيدروس الزبيدي إلى أصغر مواطن جنوبي. فبالتالي نحن جميعا نقول بأنه المفلحي الجميع وقف معه ويجب أن يقف معه، وهناك دولة عميقة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على كل يعني نعم هي المسؤولة الأولى على كافة المشاريع السيادية والخدمات العامة، هي مسؤوليات الدولة وليست مسؤوليات الأفراد. نعم. وبالتالي طيب. نحن جميعا نعم أستاذ أحمد، كلام جميل، ونتمنى نحن كما يعني أنا ربما أضم صوتي إلى صوتك بأن نكون كلنا صوت داعم للتنمية في عدن لدعم المحافظ الجديد، وربما هذا مطلب الناس جميعا. لكن تحدثت بأن المحافظ السابق عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي والجميع كلهم يدعمون المفلحي. السؤال الأهم، لماذا لم يسلم مبنى المحافظة للمحافظ المفلحي ليبادر مهام عمله من مركز المحافظة؟ سؤال متوقع وجميل أيضا وكرر أكثر من مرة. مبنى المحافظة موجود في المعلة والجميع يعرفه، لم يغلق، لم يقفل بأقفال موصدة، لا يوجد عليه جنود من قبيلة عيدروس الزبيدي أو من أقاربه يحرسونه أو ينتبهون له ويمنعون أحد من الدخول إليه. الموظفين الذين في المبنى إلى اليوم هم موظفين الدولة الذين كانوا من قبل عيدروس الزبيدي والشهيد محمد جعفر محمد سعد، هم موظفين الدولة، وبالتالي لم يمنع أحد فعليا المحافظ المفلحي من الوصول الى المبنى. من انا اتكلم عن مجلس الانتقالي طبعا. اذا من يمنع المفلحي من دخول مبنى المحافظه؟ بامكانكم ان تسالونه هو او من يمثل المحافظه، بيقول بصوت عالي وواضح ان كان المجلس الانتقالي
يمنع المفلحي بشكل واضح، كلنا سنقف مع المفلحي، لانه لا يوجد فعليا ان المجلس الانتقالي يمنع المفلحي من وصول المبنى، ليس لنا ذلك في المجلس او كشعب جنوب، نحن الرجل جنوبي والمحافظه جنوبيه ونحن بحاجه الى خدمات وتنميه، لكن تزوير وتلفيق التهم من البساطه بمكان، لكني كنت اكرر ولا زلت اكرر اليوم لك انت، اذا كان بالامكان انكم تتصلون باحد في المحافظه من المفلحي نفسه سيكون معنا. نعم نعم استاذ احمد سيكون معنا وكيل المحافظه، وسانقل اليه ما تحدثت بانه المجلس الانتقالي وعيدروس الزبيدي ومن يتبعونه ليسوا هم من يقفوا عائق امام عودته وممارسه او عفوا ممارسه عمله من مبنى المحافظه. طيب استاذ احمد، اذا تحدثنا بصوره اخرى، من يستفيد من عرقله نشاط المحافظه الجديد الذي توجه نحو تنميه عدن وخدماتها؟ استاذ احمد، اذا نشرك معنا في الحديث الوكيل محافظه عدن الاستاذ غسان الزامكي. مرحبا بك استاذ غسان. اهلا وسهلا استاذ غسان. ربما السؤال الاهم، من يمنع المحافظ عبد العزيز المفلحي من ممارسه عمله من مبنى المحافظه؟ اخي الحبيب، الاتصال الذي اجري معي اليوم انه من اجل شرح عن التعافي الذي تشهده عدن هذه الايام. تم اخباري انه الموضوع يتعلق بمبنى المحافظه او غيره، فهذا السؤال انا لن اجيبك عليه، وانما سوف اجيبك على ما تشهده عدن في هذه الايام من نهضه تنمويه غير عاديه لم تشهدها عدن منذ سنتين من بعد التحرير. طبعا كانت هناك توجيهات من فخامه رئيس الجمهوريه المشير عبد الرحمن منصور هادي على ضروره اعاده المواطنين المشردين الى منازلهم التي دمرتها عصابات الكوتي وصالح خلال الحرب الغاشمه التي شنتها في مارس 2015. لو تعلم انه المنازل المهدمه وصل عددها الى 12,000 منزل متفرقه على 8 مديريات بين هدم كلي وهدم متوسط وهدم بسيط، لكن إصرار فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتم إعادة إعمار هذه المنازل المهدمة وتوجيهاته للحكومة أثمرت بعمل المحافظ الأستاذ عبد العزيز المفلحي الذي يوم أن تولى هذه المهمة أعطى مشروع إعادة الإعمار دفعة كبيرة جداً، وكنا اليوم في حفل تدشين توقيع العقود الأولى لأول لبنة في المرحلة الأولى في مديرية سواهي لإعادة إعمار 311 منزل لأعمال الترميم و31 منزل هدم وإعادة. نعم. بالتالي هذه السنة هي عبارة عن منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء بمبلغ 5 مليون دولار، تم تحويل منها 50% التي هي 2.5 مليون، اليوم تم توقيع عقودها، وخلال نعم. الأيام القادمة سوف تبدأ الشركات بالعمل الفعلي، وخلال 90 يوم ستكون هذه المنازل جاهزة وسوف يتم استدعاء المواطنون نعم. أستاذ غسان نعم فيعودوا إليها. أستاذ غسان، ربما هذه هي النقاط الأهم التي نريد سماعها، وهي فعلا بداية التنمية وافتتاح مشاريع، لكن أيضا الجميع يعني يتحدث يعني، وسؤال وجيه، أنت قلت لا 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 تجيب على سؤال من يقف من عدم عودة المحافظ وممارسة مهامه من مبنى المحافظة، ما هي المعوقات التي تقف حائل أمامكم من ممارسة مهام من مركز السلطة المحلية في المحافظة؟ أخي أنا كما أسلفت لك، الأخ المحافظ الآن هو يمارس مهامه ولو هي طبعا بعيدة عن مبنى المحافظة، لكن العمل يسير بوتيرة عالية، العمل يسير بطريقة منتظمة. خلال الفترة التي المحافظ موجود فيها تشهد عدن حراك تنموي كبير في كل المجالات. سبق مشروع تدشين الإعمار مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للكهرباء التي ظل الناس يئنون منها، كانت الحكومة بجهودها وجهود المحافظ الآن الأمور الكهرباء في عدن الحمد لله مستقرة، هناك مشروع جبار لإعادة البنى التحتية للمجاري، هناك الآن مشروع كبير يسير بوتيرة عليه مشروع الطريق البحري الذي يربط بين مديرية الشيخ عثمان وخور مكسر،
طبعا ايضا هذا هو تمويل من الصندوق العربي. هناك ايضا مشروع اضخم سوف تشهده يمكن الشهر القادم، هو اقامه جسور التي كانت محرومه منها عدن طيله فترات طويله في دوله كالتكس في دوله الغزل. اذا نعم. ما تشهده عدن تنميه غير عاديه، ومساله مباشره المحافظ من ابن السلطه المحليه سوف تحل، وسوف يباشر المحافظ نعم. عمله من طيب استاذ غسان نعم نعم هذا ما نتمنى. استاذ غسان، اذا ماذا عن تعدد الجهات الامنيه والاجهزه الامنيه في عدن التي ربما تسبب ارباك ومشاكل كبيره لتحرك وتواجد الدوله؟ اخي ان الملف هذا هو الان موجود لدى الحكومه في عدن. نعم. دوله رئيس مجلس الوزراء يقوم بدور كبير من أجل توحيد القيادة الأمنية في المحافظة، والأخ المحافظ أيضا مع رئيس الوزراء. الأمور هذه سوف تقوم الحكومة بمعالجتها وحلها، وسوف تشهد عدن بإذن الله استقرار أمني وتنموي واقتصادي غير عادي. نعم أستاذ غسان، الآن إذن أفهم بأن الجميع في عدن إذن هم داعمون للمفلحي، لم تعد هناك الآن أي مشاكل أو أي معوقات تقف يعني عوائق أمامه في تنفيذ أي خطوات لخدمة عدن وتقديم المشاريع الخدمية أيضا وعودة الأمن إلى عدن وبصورة طبيعية؟ طبعا أخي، أبناء عدن كلهم كانوا طواقين إلى ما يحصل الآن من تنمية ومن تطور، وكما أسلفت لك تدشين اليوم عمار المنازل المهدمة دليل على أنه المحافظ المفلحي هو من أبناء عدن ويحب عدن، وكل أبناء عدن هم مع المحافظ، وكلما هناك كانت تنمية كلما تمسك الناس بهذه الخطط وبهذه الأشياء التي يرونها أمامهم، فالكل الآن في طوق واحد وفي سفينة واحدة مع المحافظ المفلحي من أجل إعمار عدن، من أجل تنميتها، من أجل التطور والنماء. نعم. إذن المعرقلين الذين اتهمهم المحافظ عبد العزيز المفلحي في لقائه الأخير معكم في السلطة المحلية غير صحيح. أخي أنا أتكلم لك على أمور التنمية في عدن، الأمور السياسية لا نريد أن ندخل فيها نهائيا. نحن نتكلم، أنا وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وتنمية البنية التحتية. نعم. أتكلم لك عن ما يحدث الآن من تنمية ومن تطور في المحافظة، وجهود المحافظ كبيرة في هذا الشأن. إذن أستاذ غسان تكرم بالبقاء معي، وسنخصص الحديث معك عن المشاريع التي تنفذونها. أعود لي الأستاذ أحمد الصالح عبر السكايب من نيويورك. أستاذ أحمد، إذن أنت من وجهة نظرك الذين اتهمهم المحافظ عبد العزيز المفلحي بأنهم حجر عثرة ويعيقون أي نجاح لعدن ولا يتمنون الخير لعدن، من يقصد بهذا الاتهام؟ هو يقصد بوضوح تام بأنه تعرف بأن عدن كانت يعني تلدغ تحت احتلال وفيها دولة عميقة للمخلوع صالح، وبالطبع كان هناك أيادي للمخلوع صالح ولبعض الشخصيات التي تحاول إفشال عدن وعودتها إلى الوراء وعدم انطلاقها بعد أن حققت تقدم كبير جدا وفرزت الحرب واقع مختلف. أنا يعني سعيد جدا، أتمنى بأن إجابة ضيفك في السلطة المحلية حول موضوع أن المجلس الانتقالي غير متهم في موضوع السلطة المحلية بأن يكف ألسنة الجميع حول هذا الموضوع. المجلس الانتقالي لم أضم صوتي وصوتك أستاذ أحمد، أتمنى أن تكون من إجابة شفافية كالشفافية التي ظهر بها محافظ عدن، لكن لا أدري لماذا هو متحفظ بشكل كبير وكيل المحافظة الأستاذ غسان. أتمنى أن يجيب لنا على هذا السؤال. أكمل إجابتك أستاذ أحمد تفضل. أنا أقصد بأنه لا يجوز بأن نكرر هذه الأسطوانة كل يوم في وسائل الإعلام وبالذات في قناة بلقيس بأنه المجلس الانتقالي يمنع عيدروس الزبيدي عيد المفلحي من الوصول إلى المبنى. الأخوة في السلطة المحلية مثل ما ذكر لك ضيفك أن الجميع يقف معهم، كلنا نقف معهم، ليس لنا مصلحة بالوقوف ضدهم أبدا. هؤلاء جنوبيين ويحملون هم الجنوب ولا يستطيع أحد أن يزايد عليهم في الوطنية مطلقا. قد نختلف في بعض أو نتباين في بعض التوجهات السياسية وهذا أمر ظاهرة صحية وطبيعية جدا، لكن هذا لا يفسد للود قضية ويجب أن نقف جميعا في خندق. نعم. واحد، لكن وسائل الإعلام هي من تحاول أن تشعل النار وتحاول أن تضخ الزيت على النار
لخلق فتنه بين ابناء الجنوب بتتهم طرف على حساب طرف، وهذا غير صحيح ابدا. نعم. لماذا؟ طيب استاذ احمد، نقطه جميله، وسائل الاعلام والناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربما يؤججون كما تتحدث واشعال فتنه، لماذا لا يبادر المجلس الانتقالي بقياده المحافظ السابق عيدروس الزبيدي بتسليم مبنى المحافظه واستلام وتسليم كالمحافظين الذين كما تمت مثلا في حضرموت او في شبوه او بقيه المحافظات الاخرى، حتى يقطعوا دابر الفتنه التي تتحدث عنها ويتحدث عنها الكثير؟ تلي بمحافظ واحد خرج من محافظته في هذه الفترة من بعد الحرب وتسلم المبنى لشخص آخر، لا يوجد أحد لا في على الأقل يباشرون عملهم من مباني المحافظة. لا يوجد أحد منذ إقالة عيدروس الزبيدي لم يعد للمبنى ولم يعد من أحد من أقاربه أو أطراف تابعة داخل المبنى. لكنهم يأتمرون أستاذ أحمد، حتى نكون واقعين، وأنت ربما أكثر مني وتعلم ما يدور وما هو خلف الكواليس وتحت الطاولة ومن يدير في عدن ومن هو متحكم بالأجهزة الأمنية ومن هو متحكم أيضا في مبنى المحافظة ومعظم الأجهزة في عدن. إذن الزبيدي لا علاقة له، والمجلس الانتقالي لا علاقة له به. إذن من هو الذي يتمنى إذن عن دخول المحافظ إلى مبنى المحافظة، والمحافظ كل يوم يتمنى متى يباشر عمله من هذا المبنى الذي هو يمثل سيادة الدولة وسيادة السلطة المحلية فيها؟ دعني أقول لك أولاً، بعيد عن الموضوع هذا، هل عودة دخول المحافظ إلى المبنى سوف تغير شيء جذري كبير جداً؟ بإمكان المبنى عبارة عن شيء رمزي، بإمكانه العمل من أي مكان، هذا أولاً. رمزية الدولة أستاذ أحمد، حتى نقطة رمزية الدولة، هذا هو أهم مبنى في المديرية وهو المركز الأساسي الذي يعطي الطمأنينة للناس بأنه فعلاً صاحب القرار الأول من هذا المكان. لو سمحت لي دعني أكمل الفكرة، أنت أخذتني أتجزأ منها جزئيا. طيب أكمل. أقول لك بأنه الأساس يعني بإمكان المحافظ العمل حتى من خارج المبنى وأن ينجز، مع العلم بأنني مع عودته للمبنى بحكم أنه رمزي لهذه الدولة ولهذه الإدارة المحلية. لكن بما أن هناك قد تكون عراقيل، أنا أعتقد وأجزم تماما، وهذا الكلام يجب أن يكون واضح للجميع، بأن هناك أطراف كانت شريكة في تعيين المفلحي لخلق صدام بين أبناء الجنوب، عندما رأت بأن أبناء الجنوب لن يصادموا المفلحي في الشارع ولن يخلقوا أي خلاف، حاولوا هم من عرقلته في هذا الأمر. لا أريد أن أسميهم لكنهم يعرفون أنفسهم تماما. نحن اليوم نحاول قدر المستطاع بأن نخلق وفاق سياسي. بعض الأطراف في الشرعية للأسف الشديد تحاول خلق صدام ظنا منها بأنها ستعود منتصرة، لأن الجميع سينشغل بالصدام فيما بينهم وبينه، وهذا لن يحصل أبدا. المجلس الانتقالي يحمل هم مشروع شعب ودولة، وبالتالي ليس له بأن يصادم من أتى لخدمة هذا الوطن وهو جنوبي ويحمل هم الجنوبي. عبد العزيز المفلحي جنوبي ويحمل هم استعادة الدولة الجنوبية منذ قبل كل هؤلاء الموجودين اليوم، وبالتالي لا نستطيع نحن المزايدة عليه، وسنقف معه إلى آخر رمق مهما كانت الظروف. لكن يجب علينا جميعا أيضا أن نوجه السؤال إلى قيادات الشرعية الكبيرة الكبرى في هذه المؤسسة، بأن عليهم قراءة معطيات الواقع بدقة وخلق وفاق وطني لنستطيع العمل مع بعض، لأن لا زالت المعركة لم تنتهي مع المخلوع صالح والحوثيين. أما تأجيج للوضع ومحاولة خلق صدام جنوبي جنوبي لن يفلح بعد اليوم أبدا، فقد تعلمنا من التاريخ وتعلمنا من الماضي كل ما جعلنا نبتعد كل البعد ونعطي مساحة للآخر حتى وإن كان مخطئ أو مغرر به من أطراف أخرى. لهذا الكرة في ملعب قيادات الشرعية، وأوجه بالخصوص فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي نكلنا نحن الاحترام، ونحاول منه بأن يكون منطقي جدا ويقرأ المعطيات على الأرض وأن يأخذ عبرة مما حصل له في صنعاء والفترات السابقة. الجنوب لن يبنى إلا بتوافق سياسي جنوبي وقبول للآخر بكل ما يملكونه من مشاريع وعدم إقصاء والإتيان هذا هو مغلق. نعم أستاذ أحمد، ربما هذا النقاط التي تحدث عنها مجمع عليها الكثير، ولا أعتقد أن هناك من يقف وراء يعني إعاقة تنفيذ أي يعني نقطة من هذه النقاط التي تحدثت عنها. اسمح لي أستاذ أحمد وسأعطيك الكلمة لتعلق ما تريد، ولكن سنذهب الآن وأيضا الأستاذ غسان هو معنا، وسينضم إلينا أيضا منصور صالح رئيس دائرة الإعلام في المجلس الانتقالي. سنذهب الآن لمشاهدة استطلاع مصور من عدن يتحدث عن يعني رأي الناس في المحافظة الجديد، ومن الرسالة لمن يقف معرقل لتحركات المحافظ، ومن ثم نكمل النقاش. المحافظ قريب نحن متفائلين بخير إن شاء الله، يعني وبيشتغل اذا لم يواجه اي صعوبات، والامن توفر في امن هناك بيكون في عمل. اجت وجابت الامن والامان معها، ويعني استطاع الطرقات وصلحوا الاماكن، يعني ومن ناحيه المجاري يعني حتى كانت التقنيه ملها مجاري، وانما كذلك والمنصوره انتهى هذا الكلام من بعد السلطه الجديده اللي اجت. و يعني الأمن والأمان من ناحية متوفر كامل. ناحية المحافظ الجديد الحمد لله ما قصر،
يعني في تحسن ملحوظ في الخدمات، طرقات، كهرباء، الحمد لله. يعني مش ان الدرجة هذه تحسنت 40% من ده، ومن ناحية البنية التحتية الحمد لله نشوف يعني الطرقات هذه، القمامة، المستشفيات. بدأ بخطوات إيجابية بالنسبة للمشاريع في عدن كامل، ليس في أماكن معينة، ولكن احنا عدنا لنشد المحافظ بتوفير الطاقة الكهربائية الأهم للمواطنين الذين يعانون منها في هذه الأوقات في هذه الظروف. والعمل الآن بدأ عمل جاد بالنسبة لنا كمواطنين، رأينا عمل جاد في تصليح الخطوط، في تصليح المجاري، في تصليح كل هذا يسبب، هو السبب الرئيسي للأمراض. نحن نؤيد جهود المحافظ الجديد بما يقوم به في المحافظة وجميع المديريات، لكن شيء مهم دائما يشير إليه المحافظ الجديد وهو الاستعانة بأبناء عدن الحقيقيين، أبنائها المخلصين الذين اتردوا الحوثة والعفاشيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذا الاستطلاع المصور من أبناء محافظة عدن ورأيهم على المحافظة الجديد ومطالبتهم بالاستمرار ومزيد من الخدمات. أعود لوكيل المحافظة الأستاذ غسان الزامكي. أستاذ غسان، عدنا لك من جديد. إذا كان يعني طلب الأستاذ أحمد الصالح وطلب الكثير، نريد إجابة واضحة حتى يتم إغلاق هذا الملف، من يقف ومن يعرقل عودة المحافظة الجديد، ولماذا لا يعود لمبنى المحافظة ونغلق هذا الملف؟ إذا تكرم تفضل. أستاذ غسان. ألو. مرحبا أستاذ غسان. هل عد 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 السؤال؟ ما كنت أتمنى وأيضا طلب أيضا من ضيفنا عبر السكايب الأستاذ أحمد الصالح والكثير، وملح على إجابة صريحة، من يعرقلكم من عودة المبنى المحافظة حتى يقطع دابر هذا الأسطوانة التي ربما الكثير يتحدث عنها في وسائل الإعلام، في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الناس ربما ملت من هذا التساؤل. أخي المعرقلين هم يعرفون أنفسهم، أنا لن أدخل معك في تفاصيل هذا الكلام، لكن ما أريد أن أقوله أنه يجب على الكل في محافظة عدن، الكل، وأعملها بين قوسين، الكل أن يقف خلف فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي لولا هو بعد الله عز وجل لما كنا الآن في المحافظة ننعم بالأمن والأمان، فقد كان هو سبب في عاصفة الحزم التي دمرت ميليشيات الحوثي وصالح، والتي أعادت الروح لهذه المحافظة. كان الحوثي وصالح قاب قوسين أو أدنى من احتلال هذه المحافظة بشكل كامل، فهذا الرئيس هو 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 الرمز، هو القائد. أدعو من هذا المنبر كل الأبناء عدن وكل أبناء المحافظات الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية، فإن كل الحلول التي هي بيد فخامة رئيس الجمهورية هي الحلول الصحيحة، وهي الحلول التي سوف تعيد لنا الوطن وتعيد لنا الأمن والأمان بإذن الله عز وجل. نعم. طيب أستاذ غسان، اليوم دشنتم مرحلة إعادة الإعمار لمحافظة عدن، ذكرت أنت أيضا بتصريح لك تحدث عنه الصحفي فتحي بن الأزرق بأن هناك مبالغ خصصت من الكويت لإعادة الإعمار في عدن، وتم تجميدها على مدى السنة الماضية والأشهر الماضية من قبل المحافظ السابق عيدروس الزبيدي في البنك الأهلي، ولم يتبقى ربما شهرين، إذا لم تستغل ستسحبها الحكومة الكويتية. أخي الحبيب، الكلام هذا كان كلام عام حول المنحة التي صرفت لنا من الصندوق العربي للإنماء. المنحة طبعا هي كانت في مارس 2016، ولا المحافظ السابق أيضا دشن المشروع البدء في أعمال الإعمار تقريبا في مايو عندما استلمت 2 مليون دولار، لكن ظروف كل محافظ تحكم عليه متى يبدأ في الأعمال بشكل مباشر أو متى يؤخرها، لكل المحافظ ظروفه. طبعا احنا لا نريد أن ندخل في التفاصيل ما هو أسباب تأخير عدم البدء في المشروع،
كانت توجهات المحافظة السابق أنه هذه المنحة هي مبلغ بسيط مقارنة بالتكلفة الإجمالية وهي 83 مليون دولار لثمان مديريات. بالتالي كان رأيه أنه نؤجل البدء بالإعمار إلى أن تكتمل التعزيز الكامل. نعم. فكل واحد له رؤيته وله نظرته في العمل. الآن هل سيتم استغلال هذا المبلغ؟ الأخ المبلحي أتى بتوجهات جديدة من فخامة رئيس الجمهورية ومن الحكومة التي أعطت 2 مليار كدفعة أولى لمشروع الإعمار مع دفعات جديدة. فبدأ المحافظ الآن الخطى بأنه لابد أن نستغل هذه المنحة قبل أن ينتهي العام، لأنه سوف ينتهي في 31 ديسمبر 2017. فكل المحافظ السابق عمل جهده، والمحافظ الجديد الآن خطوة خطوات كبيرة في هذا المجال. دشنت اليوم اللبنات الأولى في هذا المشروع الكبير الذي يتطلع له كل أبناء محافظة عدن. فنرجو من الناس في المحافظة أن يقفوا خلف المحافظ عبد العزيز المفلح. طيب أستاذ غسان، بإذن الله على يده سوف تكون هناك خطوات كبيرة في التنمية والاقتصاد للمحافظة. نعم أستاذ غسان، 20 مليار و700 مليون، هل هذه المبالغ التي الآن أصبحت في إيرادات محافظة عدن وتوفرت خلال فترة ترأس المفلحي، أم كانت هي مبالغ أيضا متراكمة من السابق؟ لا أخي، هذه ليست متوفرة، هذه هي تكلفة إعادة إعمار 12 ألف منزل. هذه هي التكلفة. نعم. إعادة الإعمار كم توفر منها؟ نحن نمشي على مراحل. لدينا الآن المتوفر موجود، المنحة التي هي من الكويت 2 مليون ونص، ولدينا 2 مليار، والحكومة وعدتنا بأن تعطي 2 مليار أخرى، لأنه المرحلة الأولى هي التواهي المعلى صيرة تكلفتها 6 مليار. هذه هي المرحلة الأولى التي سوف نستمر فيها بإذن الله إلى نهاية العام. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سوف يكون هناك دعم حكومي ودعم من جهات مانحة، بعد أن ترى العمل على الأرض قد بدأ وإعادة إعمار المنازل قد بدأت. نعم. سوف تتدفق كل المنح إلى المحافظة ويستكمل تنفيذ المشروع بشكل كامل. طيب أستاذ غسان، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح. مرحبا بك أستاذ منصور. نعم مساء الخير أخي، أحييك وأحيي أخي العزيز الأستاذ غسان الزامكي. للتصحيح فقط، أنا لست رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، أنا نائب رئيس الدائرة، ولكني هنا لا أتحدث باسم المجلس الانتقالي ولا أعبر عن وجهة نظره بأي حال من الأحوال. ما يتعلق بوجهة نظر المجلس الانتقالي وموقفه دائما هي يعبر عنها زميلي وأخي سالم ثابت العلقي، هو المعني بهذا إن كان الأمر يتعلق بموقف المجلس. طيب أستاذ منصور، نعم نحن استضفناك ربما كان هو الغرض حتى نسمع وجهة نظر المجلس الانتقالي وتوجههم وموقفهم من المحافظة الجديد، لكن أنت ربما لا تريد أن تتكلم بهذه الصفة. من خلال اطلاعك وقربك من المجلس الانتقالي، كيف تقيم دعم المجلس الانتقالي للمحافظة الجديد عبد العزيز المفلحي ومساندته في معركة التنمية في عدن؟ أنا أكرر أيضا للمرة الثانية للمجلس قنواته التي تعبر عنه فيما يتعلق بموقفه. نعم. لكن كمراقب تفضل، أستطيع أن أقول أن المجلس الانتقالي ورئيسه الرئيس عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون مع كل عمل يخدم عملية البناء والتنمية ويخدم عملية إعادة الإعمار، حتى هذه القضية أو هذا الملف الذي يناقش اليوم عبر قناتكم، ويستضيف الرجل المعني في المحافظة وكيل المحافظة الأستاذ غسان، هو ملف بدل فيه اللواء عيدروس الزبيدي حين كان محافظا لعدن جهدا كبيرا، ومعظم عملية الإحصاء وعملية إعداد الدراسات والجدوى لكثير من المشاريع هي تمت في عهد المحافظ السابق. ربما حصلت هناك إشكالات، لا أدري تحديدا ما هي المعوقات لإعادة الإعمار. هناك كانت، وهذا أقوله كوجهة نظر شخصية،
عملية تعطيل متعمدة من قبل بعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة لعرقلة جهود المحافظ السابق باتجاه النهوض بعدن، ليس في مرحلة إعادة الإعمار ولكن في مجالات كثيرة خاصة ما يتعلق بالخدمات. نعم أستاذ منصور، أستاذ منصور حتى نقف، أنت ذكرت نقطة مهمة وربما البعض سيعتبره اتهام بأن من هم في مؤسسات الدولة كانوا لا يدعمون المحافظ السابق في تنفيذ المشاريع، هذا ما كنت تريد القول؟ نعم جزء كبير ومفصلي مهم في إطار الحكومة الشرعية. هل يمكن لك أن تسمي بعض هذه الجهات؟ ليست الأسماء ولكن على الأقل جهات معنية. نعم هناك جهات كثيرة كانت في إطار الحكومة تعمل باتجاه تعطيل جهود المحافظ، هناك مؤسسات حتى في إطار عدن كانت تعمل أيضا في إطار تعطيل الخدمات، في إطار خدمات الكهرباء والمياه، وهناك عناصر عملت بشكل دؤوب ومثابر لإثارة البلابل وإثارة الإشكالات واختلاق العوامل المعرقلة لجهود المحافظ السابق ومحاولة إغراقه في ملف الخدمات حتى لا يتفرغ للقضايا الأخرى. هناك حملة إعلامية ممولة أيضا من جهات محسوبة على الحكومة وعلى أحزاب رئيسية في السلطة بذلت جهدها باتجاه الإساءة لجهود السلطة المحلية السابقة. الأستاذ غسان الزامكي يعلم جيدا النوايا الطيبة والمخلصة للمحافظ السابق والرئيس الحالي للمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي تجاه عدن وتجاه أبناء عدن، وما بدل من جهد ليس على في إطار عملية التنمية وإنما الجهد الأساسي الذي بدله في إطار عملية تأمين عدن باعتبار الأمن هو أساس التنمية ومنطلقها، ولولا الأمن ما كانت انطلقت عجلة التنمية. طيب أستاذ منصور، أستاذ منصور كلام جميل ما تحدث عنه، لكن من لديهم وجهة نظر أخرى يقولون بأن المحافظ السابق كان لديه كل الصلاحيات الأمنية والخدمية وكل مؤسسات الدولة يديرها، والجميع أيضا كان يحظى باحترام ودعم أبناء عدن جميعا بمختلف أطيافهم، وربما يتناقض هذا الكلام مع ما طرحته بأنه هناك كثير كانوا يعيقون عمله. أنا سأسمع وجهة نظر أيضا. ما يتعلق بالناحية الأمنية كانت صلاحيات مطلقة ليس من قبل الحكومة وإنما كانت من قبل قيادة دول التحالف العربي التي قدمت الأخ المحافظ دعما غير محدود باتجاه ضبط الحالة الأمنية، لم يكن لدى المؤسسات والأحزاب الأخرى المقدرة على تعطيل هذا الجهد باعتباره الجهد كان مطلوب لأبناء عدن. حين قدم عيدروس قاسم الزبيدي ومعه اللواء شلال إلى عدن كانت عدن إمارات متفرقة، كل إمارة تحكم لذاتها، وكان معظم مسؤولي محافظة عدن لا يستطيعون الخروج بعد الساعة الخامسة، وكان حتى المواطن العادي يعود إلى منزله الساعة الثامنة. كان مجرد دخول اللواء عيدروس الزبيدي إلى كريتر وإلى المعلى وإلى الساحل كان يعد إنجاز في نظر المواطنين. فعلا لا ينكر هذا الجهد أستاذ منصور، لا ينكر هذا الجهد إلا جاحد الجهد الذي قام بها اللواء عيدروس الزبيدي إبان الحرب، كان جهد كبير برفقة الجهات الأمنية، لكن يعني هذا لا يمنع بأن يعني كما تحدث أيضا المحافظ الجديد وذكر قال كانت عدن هي غنية فعلا ولديها الإيرادات الكبيرة لكن كانت تذهب لجيوب الفاسدين ولم تستفد منها عدن. سأسمع وجهة نظر أخرى أيضا من الأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد ما رأيك أنت، هل فعلا كان هناك جهات فعلا تقف عائق أمام تحقيق أي نجاح للخدمات في عدن مع المحافظ السابق عيدروس الزبيدي؟ كانت ولا زالت حتى في عهد الآن المفلحي، لا تظن بأنه ما تراه هو يعني دعم له بشكل مطلق، هناك جهات تقيد عمله من الدولة العميقة للمخلوع صالح ومن أصحاب المشاريع. ودعني أقول بوضوح لو سمحت لي فقط لا تقاطعني. نعم. المشكلة في عدن حقيقة هي ليست مسألة خدمات ولا نجح فلان أو فشل فلان، هي المشكلة مسألة مشاريع تتصادم مع بعضها البعض. هذه المشاريع كان بالإمكان أن يحصل احتواء من قبل الشرعية ومن قبل رئيس هادي كرئيس جنوبي مرحب به في الجنوب، والسير في سياق واحد ومسار واحد حتى تحسم المعركة في المناطق الشمالية وثم ندخل في تسوية سياسية أو إلى ما لا ذلك، لكن للأسف الشديد أخذت الحماقة وتم التصادم بين المشاريع، مع العلم بأنها كانت هناك فرصة كبيرة جدا للتوأمة والعمل في مسار واحد لأنه لم يكن في الجنوب إلا أبناء الجنوب. ما يقوله الضيف الزامكي بالمناسبة هو عمل مع عيدروس الزبيدي في المحافظة، هو اليوم يداوم في مبنى المحافظة الذي تتهمون عيدروس الزبيدي بعدم دخول المفلحي، الزامكي يداوم فيه وعمل مع كل الجهات. لكني يعني استوقفتني كلمة حول قوله
يجب على الجميع الوقوف مع مشروع هادي، وأنه هادي هو من عاد الجنوب. نحن نقول نعم هادي ابننا وأخونا ووالدنا ونحن معه، لكن الفضل الكبير جدا هو لمن وقف بأرضية الخنادق، لمن قاتلوا، لمن جعلوا فعلا هؤلاء يعودون. والدليل على أن الفضل الكبير لهم لمن قاتلوا في الخنادق أن المناطق التي لا يوجد فيها مقاومة أو مقاومتها ضعيفة لم تستطع الشرعية العودة لها ولن تعود لها بهذا الشكل أبدا. بالتالي يعني لا يجوز إنكار جهود ودور أبناء المقاومة الجنوبية في الأرض وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي. أستاذ أحمد، نكون أكثر صراحة. نعم أستاذ أحمد، نكون أكثر صراحة، برأيك لماذا لا تكون عدن حاضنة للجميع وتكون أيضا مأمن حتى لعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدار الدولة بكل مؤسساتها بمختلف أطيافها وزاراتها من عدن، وفعلا تحدث عدن نهضة تنموية واقتصادية وسيادية، وهي فرصة تاريخية أيضا لعدن كما تحدث رئيس الوزراء وتحدث المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي؟ سؤال جميل. دعني أقول لك بأن أبناء الجنوب رحبوا بهذه من أول يوم قبل الحرب، ورحبوا به بعد الحرب عندما عاد، ووقفوا بصدورهم أمامه ليضحون من أجله هو كشخص وليس كمشروع. لكن تصادمت المشاريع فيما بينها البين في وقت كان من الإمكان عدم التصادم بهذه المشاريع. أبناء الجنوب لديهم مشروع واضح وجلي ولن يتراجعوا عنه، قدموا شهداء وتضحيات من أجل مشروعهم الواضح الذي لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض ثناءهم عنه أبدا. وبالتالي كان يجب على هذه المواطن الجنوبي والأخ الجنوبي أن يقرأ هذه المعطيات بدقة صحيحة جدا وأن يتعاطى معها بما هي كما هي. لا يوجد، لا يستطيع أحد أن يقفز على مشروع أبناء الجنوب، كما أنه أيضا أبناء الجنوب لم يقصوا هذه وحتى مشروع الذي أتى به دون تصادم معهم. لكن للأسف الشديد أن الشرعية أرادت إقصاء وجود الصوت الجنوبي وفرض مشروع أتى مغلف وجاهز من صنعاء غير مقبول. قدمنا من أجل رفض هذا المشروع آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وكثير من الدمار والخراب والألم. وبالتالي كان يجب على الشرعية أن تحدث وئام وتواءم حقيقي مع مشروع أبناء الجنوب، ليس بالاعتراف به كما تظن الآن أو بعض، ولكن على الأقل بالتماشي معه والتماهي حتى خلق بيئة أخرى في المناطق الشمالية. لكن الصدام المبكر جعل هادي اليوم هو لا يستطيع العودة من نفسه. طبعا نحن نرحب به بالعودة إلى عدن وللجنوب كله، لأنه في الأخير هو جنوبي وأخ جنوبي. مهما كانت الاختلافات والتباينات سيظل أبناء الجنوب مرحب بهم في الجنوب، سواء مسؤولين مدنيين أو عسكريين أو غيرهم. وبالتالي الكرة اليوم بقية الحكومة الشرعية غير مرحب بها إذن، هكذا تريد القول أستاذ أحمد؟ مطلقا. بن دغر موجود اليوم هو في عدن وكافة أعضاء الحكومة. نقول بأنه الناس كأفراد مرحب بهم في عدن، ولكن المشاريع التي تتعارض مع أبناء الجنوب ليس لها ترحيب ولن يكون لها ترحيب مهما كان. نعم. طيب أستاذ أحمد، اسمح لي أن نذهب أيضا والأستاذ غسان الزامكي وأيضا الأستاذ منصور صالح، نذهب لمتابعة هذا المادة المعلوماتية عن محافظ عدن الجديد منذ توليه وحتى هذه اللحظة، والتحدي أتعدها الزميل وديع عطاء، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. تابعنا إذن هذه المادة المعلوماتية والتي استعرضنا من خلالها مراحل المحافظة الجديد منذ تولي وحتى هذه اللحظة، وعودة إلى عدن مع وكيل المحافظة الأستاذ غسان الزامكي لشؤون الاستثمار والمشاريع. أستاذ غسان، سؤال أخير في دقائقنا الأخيرة لك. مشروع المحافظ ربما بدأ واضحا ومعالمه هو مشروع تنموي ينهض بعدن وبكل مؤسساتها، ما هو التحدي الأكبر الذي تخشونه وأنتم في السلطة المحلية وقد يعرقل هذه النهضة التي تسعون لتحقيقها؟ نحن أخي الحبيب بإذن الله عز وجل كما أسلفت لك بجهود فخامة رئيس الجمهورية الرئيس الشرعي للبلاد الذي كان له الدور الكبير فيما وصلت له عدن اليوم، وبجهود دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة والأستاذ عبد العزيز المفلحي، هذه الجهود كلها تجعل الناس في محافظة عدن وفي المحافظات المحررة أنه القادم أفضل. لو أخبرتك اليوم ماذا حصل في عدن، جهود رئيس الوزراء كانت كبيرة، اليوم تم افتتاح الكلية الحربية في صلاح الدين، تم افتتاح المجمع القضائي في خور مكسر، تم توقيع عقد سفلة مطار عدن الدولي، وتم تدشين المرحلة الأولى لإعمار في التواهي. إذن بجهود فخامة الرئيس والحكومة والمحافظ المفلحي عدن تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام. أستاذ غسان، لم تجبني على سؤالي، التحدي الأكبر الذي تخشون أن يعرقل هذا النهضة التي تريدون تحقيقها وبهذا الدعم؟ لا يوجد أي تحدي، الكل مجمع على فخامة رئيس الجمهورية من أبناء البنوك. شكرا لك. إذن خلف الرئيس، الكل نعم. مع المفلحي، لا يوجد أي عراقيل. هذا ودعواتنا إذن بالتوفيق للمفلحي، وهذا ما نتمنى ويتمنى الجميع، أن تكون عدن فعلا هي أن تمثل النهضة التنموية لليمن. أستاذ منصور صالح، أستاذ منصور أنت أيضا من وجهة نظرك التحدي الأكبر أمام المحافظ المفلحي في تحقيق هذا المشروع الذي هو بدأ واضحا وتحدث به بكل شفافية وصراحة؟ نعم، حول هذا المشروع الذي نتحدث عنه، هو مشروع بدأ في عهد اللواء عدروس الزبيدي، وكثير من المشاريع التي تفتتح اليوم أو تقام موجود أمامها لوحات مكتوب دشنت أو وضعت حجر الأساس من قبل اللواء عدروس قاسم الزبيدي. نعم. الأخ الأستاذ العزيز الرجل الحكيم عبد العزيز المفلحي رجل دولة بمعنى الكلمة، وهو يحمل مشروع ولديه رؤية تحترم وكفيلة بأن تنهض بعدن. لكن التحدي الأكبر هو لوبي الفساد الكبير الذي ينخر جسد المحافظة بمختلف أركانها، وهو التحدي أو المخاوف التي تطرق إليها الأخ المحافظة المفلحي، ووصف أنه تلاميذ عفاش ما زالوا هم من يتحكم وهم من ينهب مليارات الريالات التي رصدت للمحافظة، وقال أن تلاميذ عفاش قد تفوقوا على معلمهم عطاش. التحدي الآخر هو في الفساد الذي يكتنف بعض المشاريع، هناك للأسف ملاحظات على تنفيذ بعض منصور. المشاريع خاصة مشاريع الطرق. نعم أستاذ منصور، حتى لأنه الوقت انتهى وسأعطيك بس دقيقة الآن حتى أنتقل للأستاذ أحمد الصالح. الشخصيات التي تحدث عنها بأنها لا زالت تفوقت على عفاش كما تحدث عنها المحافظ عبد العزيز المفلحي، برأيك هل هناك شخصيات واضحة أو في مؤسسات واضحة أصبحت فعلا تشكل محط فساد وعرقلة ونهب للمال العام في عدن؟ أستاذ منصور. نعم هم معروفون، وهم الرجال الذين لم يتمكن المحافظ الزبيدي من زحزحتهم خلال منذ ما بعد الحرب، ومنذ وضعت حرب أوزارها وظلت رجال عفاش، لم يحصل هناك أي تغيير باستثناء تغيير الولاء من الولاء لعفاش إلى الولاء للشرعية. هذا كل الجهد الذي بذله هؤلاء المسؤولون، لكنهم ظلوا يمارسون أبشع صور الفساد والتعطيل للأعمال خلال الفترة الماضية، وكانت هناك تحذيرات كبيرة باتجاه أنه عطاش ما زال يمسك باللعبة وما زال يحرش كثير من المؤسسات في كل لحظة. علينا أن نتذكر أن شكرا لك الكهرباء والنفط وكثير من القطاعات. نعم شكرا لك رئيس المجلس الانتقالي، عفوا رئيس الدائرة الإعلامية المجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح. وعودة أخيرة إلى نيويورك عبر السكايب مع الأستاذ أحمد الصالح الناشط السياسي. أستاذ أحمد، حقيقة والكثير ربما يتخوف أن يعني المحافظ الجديد بعد أن أعلن بأنه تعرض لأربع محاولات اغتيال
لا قدر الله أن يطاله شر، برأيك كيف يمكن للمحافظ عبد العزيز المفلحي ولأبناء عدن أن يكونوا يعني درع حصين لهذا المحافظ الذي ربما بدأ بمشروع الجميع يتمنى أن يرى النور؟ أود أن أقول لك بأن شعب الجنوب يقف مع عيدروس الزبيدي كممثل شرعي للقضية الجنوبية كقضية، وأبناء عدن يقفون مع عبد العزيز المفلحي كممثل لهم في السلطة المحلية في إعادة خدمات للسلطات المناطة به. نعم. وبالتالي نحن أيضا أعتقد بأن التحدي الكبير هو تهديد حياة الشيخ عبد العزيز المفلحي من أيادي الدولة العميقة للتخلص منه، ولمحاولة مرة أخرى لجر أبناء الجنوب لتصادم فيما بينه وبين عندما فشلت الخطة الأولى في مجرد تعيينه. نحن نحذر ونحمل كافة المسؤولين في إطار الشرعية أي شيء يمس عبد العزيز المفلحي، لأن هذا الرجل في إطار الشرعية وغير الشرعية أستاذ أحمد، في إطار الشرعية وغير الشرعية، ولكن الشرعية هي الدولة، الأصل في الأشياء هي الدولة وما دونها استثناء، وبالتالي هي المسؤول الأول والأخير عن كل شيء يحصل. نعم، الأجهزة الأمنية المتعددة في عدن أليست هي أيضا معنية بهذا الموضوع؟ أي جهاز أمني لم يتكلم الرئيس هادي بأنه خارج عن طوعه فيعتبر تبعه تابع للدولة. الرئيس هادي لم يعلم بأن أي هناك جهاز أمني متمرد عليه داخل عدن، وبالتالي يعتبر هذا الأمر بأنه إطار الدولة، فالدولة هي المسؤول الأول والأخير عن طريق رموزها وسلطاتها العليا ممثلة بالحكومة وكافة المسؤولين فيها. ونرى بأنه الآن عندما فاتت عليهم الفرصة في خلق صدام جنوبي جنوبي منذ تعيين عيدروس المفلحي وإقصاء عيدروس الزبيدي، سيحاولون مرة أخرى في إقصاء هذا الرجل المفلحي ظنا منهم بأنهم سيخلقون صدام جنوبي جنوبي، وهذا ما نحذر منه. أشكرك، ونقف مع الزبيدي كممثل القضية الجنوبية. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الناشط السياسي أحمد الصالح عبر السكايب، كنت معنا من نيويورك. الشكر أيضا لوكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع والاستثمار الأستاذ غسان الزامكي، والشكر أيضا لرئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معدة الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.